الايام دي اعتقد الامر اختلف. هو في حد نظري طبعا يعني بنسبه في حد قال له يعني انه لازم يعني يعمل خطوط ربط مع الاعلام، لكن هو مش متدرب على كده. غالبا الاجانب كمان لما بيبقى مش انطاجي صراحة زيادة يعني على اللزوم. ايوه فبيبقى صريح يعني صراحة زيادة على مش انطاجي شوية يعني. خلي بالك بيبقى فيها انطاجي. انا بنقل للجمهور انت راجل بتاع كورة. أيوة. لا كمان يعني كلمة عادية يعني. لا بيبقى فيه بتاع كورة يعني ايه بيعرف يدلع الناس. بس في فرق بين انطاجي وهجاص. لا لا خالص. دي بقى لطيفة. أيوة. لان ده بجد بتوع الاونطة دي مجموعات يعني. أيوة. لكن انتوا بتوع كورة انا بحاول اوضح الناس انتوا اكيد عارفينها. بيبقى في مدرب يعرف يعمل دي بس بتاع كورة برضه. أيوة. عشان انا مش بطلع الراجل برا الحكاية. لكن هو كمان مش كده، هو راجل صارم قوي. فلما بيجي تقال له ايه خد ودي مع الناس فيقوم قايل لك ايه هؤلاء اللاعبين انا اخترت اللي بيلعبوا لاخر لحظه، فتلاقي معاه 3 4 ما لعبوش في اخر لحظه. هو حاول ان يكون لطيفا. ايوه ما انا اللي بقولك مش عارف يبقى لطيف. مش قادر. ايوه يعني قاعد يبرر يبرر ما عرفش يبقى يعني لطيف. انا لو مكانه هو كان ماشي كويس ابرر ليه؟ والخطه بتقول ان اقرا الاسماء واللي يقول لي اقول له لدينا عمل ثم حاسبوني زي كل المدربين الكبار في كل العالم. مره حد كان هيتخانق هنا مع مدرب كبير اجنبي لانه بيقول له ماذا ستفعلوا بعد ازماتكم؟ والله هو كان ماتش للاهلي انا هعمل ايه امام الاهلي وفرقه من اوروبا يعني تمام. فقال له لا لدينا عمل وكنا في قياس مع نادي كبير في افريقيا والدش والعشاء بتاري علينا. يا عم ده انت قلت له هتعملوا ايه؟ فبيقول لك هيمشوا من هنا الدش والعشاء لدينا عمل غدا. يعني قال لي هتفتكر بقول كده عم شلت؟ قلت له هو حط ربنا بيقول كده. فهي المفاهيم نفسها. لكن هو بدا يحاول يا كابتن اسلام والكباتن اكيد رصدنا مع حضرتك طبعا. انا بنتكلم صحافه انا والراجل ده. بدا يوصل لانه يبدا حكايه منتخب مصر وانت داخل كده الله يرحمك كابتن بكر لو التيشيرت ما انتش متملك منه قوي تقول ده اسلوب منتخب مصر لو بتتفرج من ورا ازاز البلكونه يعني. بدا هيقدر يكمل ولا هنرق كوبايه الشاي الله يرحمك كابتن بكر الله يرحمه ولا هيرجع تاني ايه ويخلي باله من الجنبين والونجين يقفلوا مع السردباكين والسردباكين يقولوا للديفندرات انتوا فين؟ هنشوف في البطوله لانه احنا لعبنا نهائي مرتين وده المره دي البطوله دي اسمها بطوله صلاح وعلى صلاح ان يقود المنتخب وان يتذكر ان لعيبه الارجنتين ساعدوا ميسي اولا لبلدهم ثانيا ليه مش اولا ليه يعني عشان بس في حقيقه مغلوطه كل بيقولك الكل من اول الحارس العملاق بتاعهم في الصد الرهيبه دي في ماتش فرنسا في النهائي ثم ضربات الجزاء لا هم ساعدوا بلدهم الاول اللي غابت كثيرا لكن كانوا من حبهم في زميلهم ميسي. فانت النهارده يا كابتن صلاح لازم تقود المنتخب دي طيب. نحو شخصيه مش هنفضل نزهق الناس لغايه ضربات الجزاء تاني. المشهد مش حلو ابدا يعني. هو ده اللي كنت بتكلم عليه على فكره في الفرق ما بين النواحي مشكله.